احتدام موجة الاحتجاجات، وفي المقابل يعني نجد نحو 13 ألف شخص يتم اعتقالهم من قبل السلطات الإيرانية في محاولة منها لمواجهة تلك التظاهرات، فماذا تعلق على هذا الأمر؟ الحقيقة أنا يعني أنا شايف هذه التظاهرات، لكن المضحك أن إيران دائما بتتهم دول الجوار بأنها هي التي يعني أججت هذه الاحتجاجات، وده شيء الحقيقة مضحك جدا. يعني الذي أجج هذه الاحتجاجات هو هذا النظام الفاشي الذي بيعتدي على المتظاهرين وبيقتل المتظاهرين وبيقتل النساء، لذلك هناك غضب شعبي بالفعل من هذا النظام بسبب يعني الوحشية التي يتعامل بها النظام مع المواطن الإيراني، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية المتردية جدا وإضاعة فرصة لتحسين هذه الأوضاع، لأن إيران دولة نفطية بتعتمد على تصدير النفط، إذا تم رفع العقوبات ستستطيع تصدير النفط والغاز وستصبح إيران دولة غنية كما كانت، لكن هذا النظام يرفض ويصر على يعني قمع المواطنين وأن يجعل المواطنين يعيشون في حالة اقتصادية سيئة وأيضا إهانة وقتل المتظاهرين. فأعتقد أن هناك حالة من الغليان بسبب تصرفات هذا النظام، ليست بسبب إعاز من بعض الدول كما يدعي النظام الإيراني الفاشي.